وهاي كيفكم؟ انا كرم اليوم جاتني فيديو جديد بفكرة فيديو جديدة. اليوم راح يكون عنا اول فلوج على القناة. هو ذا مين جوف فلوج، يعني هيك بنروح على مكان وننعرف، يعني بدنا نعرفكم عليه. بلش مقدمة زايدة، يلا خلينا نبلش. عندكم طبعا هاي الساحة، عندكم هون المنطقة الأساسية اللي بعد شوي راح نفوت عليها، عندكم هنيك المنطقة كمان اللي شوي تاني راح نروح عليها، الجزء الثاني من الكذا. انتو لازم تحضروا شو هذا. اوكي راح اعطيكم الجزء الداخلي. عندكم هون نهر، مين بيبدأ من هون لهونيك، يعني لهونيك عجبر هونيك. وهون عندكم كم نوع من الحيوانات كشفنا، يعني هون عندكم قفص اثنين، طبعا لا تخافوا في نمر واسد وشو بعرفهم كلياته هيك طيور. هذا يعني هذا في نوع من الطيور، بس هون طير شايفينه. بنجي على القفص الثاني، كمان هون في كم واحد يعني كلياتهم. وكمان نجي لهون إلو. في جنبي طبعا بهالكذا مكان، فعندكم هون طبيعة، قفص اثنين ثلاثة كلياتهم من الطيور. وعندكم هون شجرة زيتون، وهي اجت مستر جوليا. هلا مرحبا، قولي مرحبا. شوفك دايبة بالضبط. انا شايف هون فوق كلب، هون كله ابيض كأنه الشوارع الابيض، وهو اختيار صوته صوته بيخوف. اه جذبك لانه بيشبهك شوي مو؟ بيشبهك كثير بالشوارع. وهون عندكم مفرق بديكم اي دونت نو واي، ايش بعرفنا. هون عندكم مفرق بوديكم، وهلا راح نفوت الى القسم الداخلي. يلا تعال. اوكي طبعا هون يكون تصوير شوي سيء. عندكم هون التمثال، ويلا نفوت لجوا ونخرج وحده تخبى. يلا شايفينه. هاي هو. اوكي هلا انا صورت لكم هالقسم، شايفينه هذا. طبعا هون في سيارات شوي، هاي سيارتنا وسيارات. انا صورت لكم هالقسم، هلا راح نروح على القسم الثاني فرجيتكم اياه هوريك. حاول صور لكم بس ما بعرف النتيجه طبعا. اوكي شكله مش البست نظرا عمي لخارج الكذا. انتوا عرفتوا شو هو المكان رايحين عليه؟ والحمد لله اجينا. كل شي باقيت بطقت وزعت. هلا هاي انتوا راح تكون هي وضريب. شو هاي يا ربي، اسد ولا بطه؟ اوكي هاي الجزء الثاني اللي قلت لكم بدي بعرف اذا بنعمل جوله فيه ولا لا، ما بعرف اذا بسمحوا لنا ولا لا. وي ضريب وتضربك ان شاء الله. قلت لكم هون في نهر يعني بيودي هيك، يعني شايفين هون هالنهر بيروح هيك للجزء الثاني هونيك، يعني شايفين هذا بجدكم جهه هونيك وهونيك سهل. خلصنا بقى زموت سياره. اوكي هون عندكم شويه خشب ما بعرف ليش قاصينه، تلوث بيه يا جماعه. هنحط لكم تمثال شجره ميته الحمد لله. عندكم هون شجره جوز، هون فرافيط ابعرف توقعت مرتب لهالجزء. لكو هون الجزء الخلفي من المطعم، لك يا ربي بهدلي توقعت مرتب شوي. ويو اوكي فتت.
اجا بعرف كيف نفذت، لانه من اللي رحت خلاص انا بطلت روح هذيك المنطقة. لكن شو شفت هلا اقول لكم هيك شو شفت. انا كنت هوني كان بعمل لكم جولة، قلت شفت بط، قلت خلص يا جينا على الكلاب، قلت خلص يا صبر فيك الوقت ما راح اقول لك شيء. انا فت لجوا بتوقع انعرض شو صار، طلع لي الكلب بعرف اذا ما بعرف اذا تخيلت ولا لا، هيك جاي كلب علي نط علي قبعتلك ركض، اذا كان ما بعرف قبعتلك قبعتلكم ركض والله خرافة، يعني يمكن حهلا حفت لي 5 كيلو هيك فريرة ولصقة والله. اذا البوصه مقتله مليون لك والله ما ادري لهونك خلاص هاي مسكت ما بعرف. اي دونت نو اذا يمكن هي عاملين هون، يمكن هون يمكن هون بهالمكان معمود 2 3 4 5 6 ما بعرف عاملين هاي العواميد هون وهون وهون، يمكن عاملين حتى يقفوا عليهم الطيور والله ما بعرف، بس لكن عاملين هونيك ليش عاملين اي دونت نو. هلا غامر بحياته وشايفين هون، راح احاول اني اعبره، حاول 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 وبصور لكم شو صار. طبعا هون عم برج صغير يعني هيك اجيت، هاي راح نكفي معكم. طبعا انا لحد هونيك ما فيني غامر اكثر، لكم شايفين اجيت لحون بس لحظة اصور لكم هيك شوية شغلات. هون عندكم ارض زيتون رابطين بحبل، ليش شبارة يمكن عشان يهدوا ولا شجرة. لكو تحت لكو تحت شوفي شجرة ما مهداي منيح نايس. وهيك بكون خلصت، وهيك بكون خلصت مقطعنا لليوم. بتمنى يكون عجبكم، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وباي.